أهلا بكم مستمعي دبنجة الأعزاء إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. تعتبر منطقة الكلاكلا جنوب مدينة الخرطوم من أكثر المناطق البدعاني على كافة الأصعدة الإنسانية والمعيشية بسبب الحرب. التقيت بأحد مواطني الكلاكلا ليطلعنا على مجمل الأوضاع هناك بعد عام ونصف على اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع، وبدأت معاه بالمواد الغذائية مدى توفرها وأسعارها. سؤالنا الأول عن المواد الغذائية ومدى توفرها، دقيق، رز، عدس، زيت، مدى توفر هذه المواد؟ متوفرة بصورة عينية، أسعار متفاوتة، متوفرة في كل المنطقة، منطقة الكلاكلة. أيوة، لكن أسعار متفاوتة. نبدأ بالسكر. السكر نعم. أيوة. 15 الشوال الصغير 5 كيلو 28,500، 10 كيلو 57,500، الشوال بتاع الخباز ب90,000، شوال الخباز شوال الدقيق بتاع الخباز، أيوة، بكم؟ ب90. أي في نوع زي 25 كيلو. ايوه، تاني في شوال اسمه سين، ده ب88,000، ده اقل جوده. في دقيق تاني سيجا، الاول الحبه بتاعته الباكت الواحد، الحبه في الباكت ب4,000. الباكت فيه كم؟ الباكت فيه 6. اما بالنسبه للزيت الطعام، الباغه 90,000، 18 رطل زيت الفول، الباغه ب110,000. تمام. في أيوة. الكرتونة فيها 8 كرتونة قوارير 4 لتر، 110,000. طيب سعر الباغة بقع ب7,000. في منها ثاني قارورة، القارورة دي يعني فيها زي رطل ونص، دي ب7,000. يعني الرز والعدس كيف؟ العدس بالكيلو ب5,000، الرز الكيلو ب6,000، ما بين 5,500 6,000. في العدسية برضو، العدسية الشوال ب400,000. شوال فيه كم كيلو؟ الشوال فيه تقريبا زي 60 لـ55 كيلو، الملوى منها ب15,000. والعدسية بتتعمل بليلة، يعني المواطنين المنطقة بيعملوها بليلة. أيوة، بليلة العدسية. الخضار واللحمة كيف؟ اللحمة متفاوتة، أسعارها متفاوتة. ناس عندهم الكيلو ب12، في ناس عندهم الكيلو ب8، في ناس عندهم الكيلو ب10. ده الضان ولا العجالة؟ ضان ما في. ما في ضان. ضان ما في. ده العجالة بين 10 و12. أيوة، ده العجالة. متفاوتة، أسعارها متفاوتة. الخضار ما متوفر بكميات كبيرة، كمية محدودة. بطاطس، خضرة، نوعا ما بامبي، رجلة. كيف أسعاره؟ أسود، والله أسعاره متفاوتة. الليلة 4 حبات طماطم ب3,000، 4,000. بيقول لك ده كيلو، ده نص. الأسعار متفاوتة لأنه في غلاء. امبارح الكرتونة كلها كان عاملة 120 110. كرتونة دي فيها كم؟ الكرتونة دي والله بس ما متأكد من بتشيل كم كيلو. يقول لك الكرتونة 100 ألف، ما من 100 لـ80 لـ90 حسب تواجده في السوق. والطماطم بيحصل 4,000 الكيلو ب4,000. هاي مرات يكون فيها شح يبيعوا مثلا 4 حبات 5 حبات، يقول لك ده كيلو أو نص. والباقي الحاجات بطاطس، خضرة، ما ثابت في السوق. أيوة. البطاطس 6,000 الكيلو. 6,000 مرات تتباع ب5. لو انتقلنا للدواء والعلاج، الدواء متوفر وبالذات الأدوية المنقذة للحياة، أدوية السكر والضغط وكده. ما بكمية كبيرة، الصيدليات فاتحة في المنطقة، في منطقة الكلاكلة متوفرة فاتحة. بس أيوة. طبعا عندك زيادة شوية في سعر الأدوية. العلاج كيف؟ نعم، العلاج متوفر بس حسب الإمكانية. أنت عندك إمكانية بتاعت مادة، أنت بتتعالج برضو. في أسعار متفاوتة. المستشفيات يعني البنادول، دريب البنادول في صيدلية ب2,500، في صيدلية ب7. ده دريب البنادول. أيوة.
أدوية الملاريا كيف؟ متوفرة. متوفرة. السعر كيف لو عندك فكرة؟ ما دي اللي قلت لك، إنه لو صرفوا لك الأربع حبات بتلقاها مثلا الست حبات تلقاها بأربع ألف ستة ألف. أيوة. لو صرفوا لك الأربع وعشرين بتلقاها بثمانية ألف أو بتسعة ألف. طيب أي. في أوبئة ظهرت في المنطقة، يعني في بعض المناطق سمعنا إنه في الخرطوم فيها كوليرا وحمى الضنك، هل في كوليرا وحمى الضنك في الكلاكلة؟ ظهرت حالتين لكن ما هم ما من سكان الكلاكلة. ظهر حالتين كوليرا ولا حمى الضنك؟ كوليرا. كوليرا أيوة. لكن في وباء ثاني يعني بيظهر لك إنه هو ملاريا، انت بتكمل حبوب الملاريا لكن هي ما ملاريا، انت بتكمل دواء الملاريا ودواء التايفوت وكله لكن هي لسه الحاجه دي بتكون فيه. شنو يعني بيجينا نسمع انه دي حمى الضنك اعراضه شنو يعني؟ اعراض حمى، برد، فتور، مصحوبه باسهال. اي لكن الدكاتره في المنطقه شخصوها ما عرفوها شنو؟ في البدايه ظهرت في شكل ملاريا، يقول لك دي ملاريا في البطن. ايوه لكن مع تزايد الحالات يعني بتلقى البيت لو فيه 8 انفار بتلقى 7 راكدين وواحد بمارض فيهم. اول واحد يبقى كويس كان بمارض ده بقى. وده منتشره كثيره الحالات دي ولا حالات محدوده يعني؟ كثيره والله، كثيره كثيره ايوه بتقدر مرحله يعني في المستوصفات بتلقى الشغل بالحجز، يعني انت دار تفحص الا بالحجز، شدة الحالات كثيرة والمراكز يعني شبه ما مغطية لكن الحمد لله فترة وعدت. طيب المستوصفات كثيرة وفاتحة، نحن كنا سمعنا قبل فترة انه منظمة اطباء بلا حدود اغلقت واحد من المستشفيات بتاعتها في الكلاكلة. ايوه اي لكن دلي ظروف ثانية، دلي ظروف ثانية. نعم. اي كان في عجز في الامداد الطبي، كان في عجز في الامن ذاته، يعني المستوصف تعرض له كم مره من النهب والتفلت و ايوه لكن ان شاء الله بمرور الايام الغادمه ان شاء الله حيرجعوا تاني، هم انهم من يرجعوا ويفتحوا المستوصف. المستوصف هو هسه شغال كجزئي المستوصف الشهيد. طيب ولو انتقلنا معاك للمويه، المويه والكهرباء اوضاعهم كيف؟ نبدا بالمويه. الكهرباء ما مستغره والله بتقطع حتى الان، كلامي وكلامك ده فيها استمرار بتاع انقطاع لساعات ولايام. الكهرباء هنا مربوطه بالمويه. ايوه هو المويه مربوطه بالكهرباء، في ناس بيبيعوا بسبعه البرميل الكامل. ده برميل المويه بيصل ل7000. ايوه ده بتاع الكارو. المويه اصلا بتقطع طوالي ولا قاطعه جزئيا ولا الحاصل شنو؟ المويه قاطعه جزئيا لعدم الكهرباء. لعدم بتشتغل في بير ما بتشتغل. في بيرين، البيرين دي لما يشتغلوا الحله كلها بتشرب او الكلاكله كلها بتشرب. هاي في اصلا اصلي 6 امبير. ايوه والله عشان الحاجه دي لازم ال6 أبيار كلهم يشتغلوا في وقت واحد. 6 أبيار في الكلاكلات المختلفة، الكلاكلة صنقعت والقطعية والكلاكلات المختلفة. نعم 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 أيوة. طيب وقلت لي الكهرباء بتقطع ساعات طويلة يعني. ساعات طويلة وأيام. المواصلات كيف؟ هل في مواصلات أول حاجة في الكلاكلة داخليا، وهل في مواصلات للمناطق الثانية؟ في مواصلات اللفة. أيوة. الصينية المركزي شغال الوحدة اللفة متوفرة. أيوة. ركشات مواصلات حفلات. بكم التعريفة بتاعتها كم؟ كان الركشة وكان الحفلة. الحفلة 1000 جنيه. الحفلة الركشة 1000 جنيه زي بعض. أيوة. يعني ممكن تمشي السوق المركزي بألف جنيه. نعم. اي بيمشوا مواطني الكلاكله لهناك يجيبوا سلع ويجيبوا حاجات ويجيبوا كده؟ لا الناس اغلبها بتتسوق من السوق بتاع اللفه هنا، لكن لو في زول داير يمشي المركز لاي غرض المواصلات موجوده. نعم. انا ما سالتك لو عندك فكره عن اسعار البنزين والجازولين. ايوه البنزين الامبول او الكريستاله ب 45.
عزي البنزين بقى يتباع بالكريستالة؟ أيوه نعم. ده وين ديل ناس ساكت يعني بيبيعوه لك، ولا بتمشي وين تشتري بكريستالة؟ معروض في الشارع نعم. كريستالة بتاعت بنزين بكم؟ مرات بيرخص لحد 35، أها. مرات بيعمل 30، وممكن يصل كم؟ ممكن يصل لحد 35 أو 30 دي. أما الباقة بتاعت الجاز ما بين 180 150. والباقة دي بتتلاقي وين؟ برضو معروضة جنبه. طيب الطرمبات ما شغالة؟ لا لا ما في. طيب الحالة الأمنية عموما، هل في تفلتات، في متفلتين، في سرقات بتاعت بيوت، في ناس ممكن يلاقوك في الشارع متوفرة بالليل؟ بكثرة. متوفرة بكثرة، متوفرة موجودة بكثرة. أي موجودة، سطوي على المنازل كده حاجات زي دي. نعم. في هل في ناس ممكن يلاقوك في السكة يوقفوك شفشافة ولا حاجة زي دي، ولا ما في؟ نعم موجودة. موجودة نعم. الكلام ده بالليل يعني؟ الكلام ده بالليل. بالليل بالنهار بالصباح بدري. طيب يا طو مناطق في الكلاكلة هل فيها الكلام ده؟ موجود في كله. طيب هل في أي معارك عسكرية أو اشتباكات قريبة منكم، أو بتسمعوا أصوات أو كده، ولا ما في؟ ما في، ما بتسمع. حتى لو سمعنا بنسمع يعني صوت ضرب بعيد. طيب لو سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، لو نحن عايزينك كمواطن من الكلاكلة توجه أي رسالة لمنظمات إنسانية، ولا لمنظمات دولية، ولا لأي جهة، ممكن تطلب شنو؟ والله يا أخي بس نطلب الأمن والاستقرار ده بس. نحن عايزين نعيش حياة كريمة، حياة بسيطة زي ما كنا عايشين. المواطن ده طالما لقى الأمن ولقى الغذاء متوفر تاني ما أظن في حاجة. شكرا لهذا المواطن اللي اتحدث معانا من منطقة الكلاكلة جنوب مدينة الخرطوم عن مجمل الأوضاع هناك بعد عام ونصف على اندلاع الحرب، والشكر لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز.